سيناريوهات أربعة قد تحدث في الأسواق المالية الأمريكية تأثراً بنتيجة الانتخابات في نوفمبر المقبل. UBS البنك كشف عنها ونقلها موقع بزنس إنسايدر. بالفعل السيناريو الأول هو فوز هاريس وانقسام الكونغرس. يتوقع بنك UBS فرصة بنسبة 40% لتولي هاريس البيت الأبيض مع وجود حالة انقسام في الكونغرس، ما سيؤثر قليلاً على الأسهم، لكن سيعزز الشركات التي تركز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وستحافظ هاريس على أيديولوجية معادية للخدمات المالية الكبرى، لكن سيجد الكونغرس من قدرتها أو سيحد من قدرتها على دفع التشريعات الرئيسية مثل الصناعات والرعاية الصحية. أما السيناريو الثاني فهو فوز ترامب واكتساح الجمهوريين للكونغرس بنسبة 35%، وسيكون السيناريو الأفضل للمؤسسات المالية، وسيواجه ترامب قيوداً أقل في تنفيذ السياسات المعلنة مثل تعهده برفع التعريفات الجمركية وكذلك تمديد تخفيضات ضريبة الشركات لعام 2017. أما السيناريو الثالث فهو فوز هاريس مع اكتساح الديمقراطيين للكونغرس، مع احتمال أن يحظى الديمقراطيون ب 15% من فرعي الحكومة، وستكون النتيجة الأسوأ للأسهم وفقاً لبنك UBS. السيناريو الرابع والأخير فوز ترامب وانقسام الكونغرس هي النتيجة الأقل ترجيحاً التي يتوقعها بنك UBS بنسبة حدوث تبلغ 10%. سيكون تأثير سوق الأسهم متقلباً، وستظل التعريفات الجمركية تجلب ضغوطاً تضخمية ودولاراً أقوى.